احنا لا نقول نهتم بشباب نقول ونفعل ونهتم شبابنا، هذا هو الشباب اللي باش يكون إطار المغرب. احنا نرفقوا الشعب الجزائري، ضمننا له كل شيء، وانا حلفت وقسمت مع قادة النواحي وقادة القوات ما كانش يأخذ الدم الدماء. هي الجزائر قائمة برجالها، والجزائر أنجبت رجال اللي صاروا عليها ويضحيوا عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت صعب. وكان الهدف نتاعنا الوحيد هو مصلحة الوطن وتفادي دمار هذا الشعب هذا والبلاد هذا. احنا وقفنا عليها وخذنا مسؤوليتنا، والجزائر اليوم راه في امان، في بين يد امينة. هالأزمة هذه اكتشفنا ناس كان يحبوا يدفنوا الجزائر، والجزائر عمرها ما تدفن.